احنا الان بننتقل الى المتسابق محمد ال مسعود، الله يوفقه، وخلونا نشوف مع بعض التقرير حق محمد ال مسعود. صامد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. معاكم أخوكم محمد المسعود، أبلغ من العمر 23 عام. الهواية الأساسية تربية الخيل، لأن الخيل عشق أبدي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا. الموهبة اكتشفت موهبتي تقريبا قبل سنتين ونص في عالم الإنشاد، وشاركت في برنامج أعذب الأصوات على مستوى الخليج في موسمها الثالث، حصلت المركز الثالث ولله الحمد. ومن هنا بديت في مجال الشيلات ومجال الإنشاد بشكل عام. يلا بلاد حباها الله أمنا وكابة، بلاد حباها الله أمنا وكابة، يصلي إليها الناس فرضا محتما. والله حر. تقديمي برنامج زد رصيدك هو تقديم لكي أجد ضالتي الإعلامية في برنامج مثل برنامج زد رصيدك، وأنا أيقن يقين كامل بأني سوف أجد ضالتي بحول الله في هذا البرنامج. خلاص. مشاهدينا الكرام، أعضاء لجنتنا الأعزاء، إخواني المشتركين، معاكم أخوكم محمد آل مسعود. مثل ما شفتوا قبل شوي، هذا التقرير التلفزيوني المبسط واللي يحكي عن حياتي بشكل مختصر جدا، ولكن عندي أمر وموضوع مهم جدا اللي خلاني أصل لهذه المرحلة وأنا أكون أمام الجميع. أولا بقول لكم حاجة مهمة، يعني بطريقة أني بديت يعني في موضوع مهم جدا، موضوع الثقة، عدم الثقة في النفس. لأني بديت في هذا المجال كنت كاتم موهبتي بشكل ما تتصورون، ولم أخرج هذه الموهبة لأي أحد، فبديت بمعالجة، ولكن معالجة فنية. بديت في برنامج أطلق الفنان في موسمه الأول كبداية مع الأستاذ الكبير سمير البشيري كضيف شرف البرنامج، هي وكان عضو لجنة التحكيم الأستاذ محمد المساعد. صورت مقطع فيديو وما كنت متوقع أبدا أني راح أطلع من أمام الثلاثة ويتختارني الأستاذ سمير البشيري. سجلت مقطع حتى أهلي ما يدرون بأني منشد، فأرسلت المقطع. فجأة طلعت في التلفزيون الأستاذ محمد المساعد عضو اللجنة شار على أستاذ سمير، وأيضا أستاذ سمير اختار محمد المسعود، فاللهم لك الحمد وصلت معه المرحلة النهائية وخدت المركز الثاني، اللهم لك الحمد. فبدأت الثقة تزيد نوعا ما، فبدأت في برنامج المعالجة أشوف المعالجة الثانية واللي هي تزيدني أكثر وتخليني أزيد ثقتي في قدرتي في موهبتي في برنامج أعذب الأصوات في موسمها الثالث. طبعا دخلت وانا واثق من نفسي بشكل جميل جدا، دخلت امامي نخبه من المنشدين اللي عنده البومات اللي عنده اعمال، انا دخلت لا املك اي عمل في مجال الشلات. كل مرحله دخلت ابطلع من المرحله هذه شوي، لا بطلع من المرحله الثانيه، الى ان وصلت النهايه اللهم لك الحمد من بين 4500 مشترك على مستوى الخليج، واخذت الثالث اللهم لك الحمد. والان انا هنا للأمانة وصلت للمعالجة النهائية لكي أكسر هذا الحاجز، هو حاجز عدم الثقة في موهبتي وقدرتي. وبإذن الله مع هذا الباب راح أدخل بحول الله، وأنا واثق بقدراتي وواثق بكل ما أملك من خامة صوتية بحول الله وقوته. وإن سألتوني إيش راح أقدم بحول الله بعد ما ندخل بإذن الله زد رصيدك، عندي إخواني المنشدين وعندي إخواني الشعراء، بنقدم مادة جميلة بحول الله وقوته.
أول شيء ترضي الله عز وجل، ثم ترضي ضمائرنا أنفسنا، ثم ترضي مشاهدينا بحول الله وقوته. وبعد البرنامج إن شاء الله نفسي بإذن الله وبحقق بإذن الله وبحول الله وقوته أني أفتح مؤسسة إعلامية متكاملة من ناحية التصوير، من ناحية تسجيل الأعمال بإذن الله وقوته. وراح أسترسل في كلامي ولكن بطريقتي، بعمل خاص بمشروعي، وراح أدشنا بحول الله. نسأل الله لي ولكم التوفيق بحول الله. طبعا هذا العمل من كلمات أخوي الشاعر محمد بن معيط، من ألحاني وأدائي، وإن شاء الله ينال إعجابكم. لهنت ولنت ثقة تجني محاصيل النجاح، كل ما تجني من إنجاز تغرس لك جديد، واثق الخطوة تحزم للتحدي بالسلاح، ثابت في خطوته عن خط سيره ما يحيد. المعالي قمة صعبة يعتليها من لديه الصبر والعزم الشديد، اصعد بعزم قوي ولا تبالي بالرياح، واعلم انك كل ما تصعد الى القمة تزيد. اسراف نفسك ثقة تجري محاصيل النجاح، كل ما تجري من إنجاز تغرس لك جديد، واثق الخطوة تحزم للتحدي بالسلاح، ثابت في خطوته عن خط سيره ما يحيد. والتمني دون جهد طير مكسور الجناح، حتى العمل دون الهدف ضايع ولا يمكن يفيد. حدد أهدافك على ضوء الأمل وطلق سراح، الفكر يبدأ عندما يصبح طليق دون قيد. اسراف نفسك ثقة تجري محاصيل النجاح، كل ما تجري من إنجاز تغرس لك جديد، واثق الخطوة تحزم للتحدي بالسلاح، ثابت في خطوته عن خط سيره ما يحيد. ولا تنثني أو تستمع في كل ما يكبح جماح، خيول عزمك دون ما تسمو إليه وما تريد، من سمع من لا يحث أهل العلا مغطى وطاع، وقفى زمانه ما جنى مجد ولا زاد الرصيد. اسراف نفسك ثقة تجري محاصيل النجاح، كل ما تجري من إنجاز تغرس لك جديد، واثق الخطوة تحزم للتحدي بالسلاح، ثابت في خطوته عن خط سيره ما يحيد. اعلم بأن الوقت ما يرجع ولا من راح راح، لا تهاون فالتهاون يجعل أهدافك بعيد، علم ما دام زمانك صافي العذب انقراح، عل تروي ذاتك الطامح إلى المجد التليد. اسراف نفسك ثقة تجري محاصيل النجاح، كل ما تجري من
خطوته عن خط سيره ما يحيد ثابت في خطوته عن خط سيره ما يحيد لكم العافية. قسم بالله اني كفو. والله انك ما قصرت. هذا اللي بدا. الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. ومثل ما شفتوا الآن اللهم لك الحمد تعالجت من هذا الأمر وكسرت حاجز الثقة واللهم لك الحمد والله يسرك الأمر وأرجو من الجميع من لديه موهبة بأن يخرجها بحول الله. شكرا لكم. شكرا. شكرا. الله يعافيك. شكرا لكم. محمد يعطيك العافية وبيض الله وجهك والسامعين والمشاهدين. طول عمرك. بعض الشباب يتحمس معك حماس ينفعك وبعض الشباب تحمس معك في الأخير حماس يضرك ترى لأنه مضيع وقت شوية صح. فأنا ودي دام على المسرح متسابق ما أطلع عنده حتى ينهي فقرته يعني. عموما بيض الله وجهك. وجهك أبيض طال عمرك. أكبر دليل على تميزك أنك غيرت المود في كل القاعة الموجودة. أنت رائع مبدع. نبدأ بالأستاذ ماجد ونرجع لك إن شاء الله. بسم الله. الله يطول عمرك. جاهز بإذن الله. واثق بإذن الله. الثقة إن شاء الله. طيب الثقة رقم واحد رب العالمين ثم بما نملك بإذن الله تعالى. بحول الله. لا أخفيك بما أنك بدأت الحديث عن الثقة فكان عيني أحاول أن أقرأ لغة الجسد وأقيمها من ناحية الثقة فوجدتها ولله الحمد عالية وممتازة وأبارك لك فعلا أنك وصلت إلى مراحل عالية. واختيار موفق للنشيد أكثر من نقطة واثق الخطوة الثانية مدري إيش أكثر من حاجة عن الثقة عن هذه المواضيع فكان اختيار موفق ينسجم مع التسلسل الحمد لله. الذي بدأته. طول عمرك يبارك فيك. تحدثت عن مشروعك ماذا سوف تقدم في القرية في الأيام القادمة ايه؟ ولكن ما زال بالنسبة لي ضبابي. نعم. بحيث أنك قلت أنا وأصدقائي المنشدين والشعراء بنقدم أعمال على قولك ما يرضي المشاهدين ويرضي ضمائرنا. ما فهمت شيء يعني اشرح لي. أنا أعلمك يعني مثلا أنا دخلت البرنامج عندك ما شاء الله من المنشدين مو في مجال الشيلات. نعم. فهذا يوحد ارتباط يعني جميل جدا احنا نتحد بين المجال المنشدين ومجال الشيلات. ومعنا احنا اللهم لك الحمد شعار موجودين. فبنكون اعمال باذن الله في القرية يعني اعمال انشادية لو حتى نقولها لايف باصواتنا. جميل هذه باذن الله ترضيهم. الله يعافيك. اذا ليس لديك مشروع انت تقود بنفسك ولكن عندك قابليه الانقياد للاخرين وان تكون ضمن نعم مشاريعهم. نعم نعم اهم شيء النجاح في النهايه. لا انا ابغاك انت تكون انت القائد والثانيين يشاركونك وتشاركهم ويكون تكامل. نعم. ابغى مشروع مستقل لك. هذا اللي انا اتمناه واطمح اليه. ممكن طال عمرك لكن في النهايه انا والله ما يهمني القياده مهمني يعني القياده. مشروعك حتى الان مو واضح. ما عندك مشروع تقول هذا مشروع امسكوه في يدي ها شوفوا بين يدي. مشروعي باذن الله أيوة. اني اكون منشد اول شيء ناجح بحول الله. انت ما شاء الله عليك. اللهم لك الحمد. الله يعني ما شاء الله عليك ما يحتاج. ولكن انا بفيد اخوياي. انا جاي انا صراحه استفيد وجاي افيد منهم واستفيد منهم للامانه. يعني انا جاي استفيد بالمجال الانشاد انا افيدهم في مجال الشيلات. هذا الامر يعني. طول عمرك. يعطيك العافيه. يعافيك. على القوه وما قصرت. طول عمرك. يا محمد انا بختصر التعليق واقول لك تعال. ابشر. لازم اتفاهم معك من قريب. لا حول. أنا تعليقي تستاهل والله. الله يطول عمرك. تسلم تسلم. الله يبارك فيك. مميز. تسلم. والحقيقة هذه الشيلة اللي سمعناها وأنا رجل مهتم يعني منشدي الشيلات. طول عمرك. أنا أتمنى تكون نموذج حقيقة، شيلة مفعمة بالتفاؤل وبالثقة وبالكلام الطيب. طول عمرك. وهذا اللي نبيه، صوت جميل، لحن جميل، أداء كان في كامل الجمال، حمست المجموعة وفي نفس الوقت ما وقعت في فخ يقع فيه كثير من نجوم الشيلات إذا قام الجميع يتلاقصوا معهم نسى نفسه ومسك الصف صح. معهم لا أنت هنا منشد أنت عمرك. حركت الجميع أنا أهنيك وخلنا نأخذ توقيع الإعلامي. طول عمرك. يلا بما أنك وصلت هنا الله يبارك فيك. بسم الله. شوف موضوع جميل جدا التعاون. على التعاون. يلا ايش الوضع؟ ايش كلامك هذا عاد؟ طول عمرك. طيب تفضل. عاد ياخذ اي مكان؟ اي اكيد. خلينا نحول لك اياها الكاميرا الاماميه. بسم الله. ولو تبغاني اقوم من مكانك. لا 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 كلامك طويل. انا اخذ مكان. لي 30 على التعاون. لي 30 ثانيه افكر فيها بس. اي بدأ تراها راح منها نص. يلا بسم الله. لا 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 طول عمرك. مساكم الله بالخير جميعا. التعاون شيء جميل في حياتنا.
فجميع من راح يمشي في طريق ويقول أنا وأنا الجميل وأنا اللي راح أمشي في طريقي بدون تعاون الجميع لن يسعى ولن يكون أبدا أبدا ذا طريق موحد. يعني ما راح يكون الأمانة ضيعت، لكن الله يعين خلاص. والله والله ودي أعيدها لكن ما في مشكلة. بإعادة هو اللي عادة لا عادة ممكن فيه كنظوم الأمانة صح. عموما شوف هي فيها عيد بس بالنقص ترى تعيد عيد عيد بس بيكون في خلل في التقييم. عيد زين لك يلا امسحه عيد يلا بسم الله كذا نعم اي لا لا انت ترى محمد داخل حبه تكبر بسم الله مساكم الله بالخير جميعا. هل من الممكن أن تشوفون شخص يمشي في طريق النجاح وحيد بدون أي مساعدة الآخرين؟ ما أعتقد أنا بوجهة نظري، ولكن التعاون في كل الأمور في كل الأمور شيء جميل جدا، وأرجو من جميع من يسمعني أن يتعاون ويتعاون في طريق الحق لا طريق الشر. شكرا. ان شاء الله باذن الله. انا يعني سم. كان ودي انك خليتها على الاول لان الاول طبعا الكلام الثاني اجمل صح. بس هنا عفويه العفويه هذا اللي هذا اللي قلت قبل شوي قلت جميل. على كل حال ونشوف انطباع اذا كان جاهز عند كنترول انطباع اللجنه الخفيه معنا اذا جاهز يلا سم ميه ها ما شاء الله 35 نعمة كبيرة الحمد لله. على كل حال 35 على كل حال محمد سم هذا انطباع اللجنة الخفية نعمة كريم الحمد لله. لكن الكلام هنا طول عمرك يعطيك العافية ويعطيكم العافية جميعا. شكرا لك وشكرا جميع. لك طول عمرك يعطيكم العافية تكفين الوردة هذه تستاهلها ان شاء الله عمرك. وان شاء الله نشوفك نجم من نجوم الشارع في البلد والخليج ان شاء الله.